الله سبحانه وتعالى بالتفكر في مخلوقات الله، يعني ننظر في هذه المخلوقات لأنها تدل على وجود الخالق. التدبر، التأمل، التفكر. نعم. بالله هذه المخلوقات لا تدل على وجود خالق واحد سبحانه وتعالى. 반드시 창조자가 있다는 사실을 기억해라, 숙고해라. 라는 뜻에서 이런 피조물들을 많이 보라고 이렇게 이야기합니다. كيف تعبد من دون الله؟ كيف تعبد من دون الله الأحجار الأشجار؟ نعم، كيف نعبدها؟ 어떻게 우리가 그것을 봅니까? 어떻게 우리가 그것을 믿습니까? الواجب أن نعبد الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. الواجب أن نعبد الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. 우리는 반드시 الله 하나님, 우리를 창조하신 الله 하나님을 믿고 따라야 된다.